بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم في الفيديو دوت بنشوف حاجة بتحبوها جدا مميزة كلكم بتحبوا تعملوها او حلوة او لاولادنا ملبن الجيلاتينة ملبن الجيلاتينة من الحاجات المميزة جدا انا شخصيا وانا صغير كنت احب اجيبه بالذات مع قرقشة السكر وانتوا عارفين السكر ده نوع من انواع الادمان من الحاجات الجميلة طعم الفراولة هنا مثلا مميز هنا طعم التفاح مثلا مميز وكل دي بتتباع بوات صغيرة هنلاقيها زيرو 12, 8, 4, 3, في فرع في السيدة وفرع فيصل ياسر التوحيد أمره سهل جدا تعالوا مع بعض نشوف الطريقة ايه وهنعمل ايه أول حاجة بيكون عندي نص كيلو سكر يعني تقريبا تلات كوبايات كبار من السكر وضروري يا جماعة تحطوا في دماغكم السيليكون دوت تدهنوه زيت أو رشة زيت من تحت لأنه عذبني بصراحة وأنا بخلعه لأن ما حطيتش زيت فبقول لكم على العيب عشان ما يقابلكمش بس حرام أو يتحط في صينية وتشيلوه وتقطعوه مكعبات بعد ما بحط السكر ببتدي إن أنا أحط العسل الجلوكوز تعالوا كده عشان بس يبقى ايه كله قدام حضراتكم اللي عايز بالميزان او عايز بالكوباية يبقى قلنا نص كيلو سكر ثلاث كوبايات من السكر بيكون عندي تقريبا تلتمية خمسة وسبعين او من تلتمية خمسة وسبعين لربعمية ما فيش اي مشاكل خالص كوباية كبيرة هو بيوزن عسل الجلوكوز بيوزن كوباية كبيرة من العسل الجلوكوز عشان بس ما تقولوش لا ده الكوباية 200 جرام لا هو بيوزن بحط 200 ملي من الميه او كوبايه ميه وربع معلقه صغيره ملح ليمون ضروري عشان ما يسكرش معايا بيكون عندي 100 جرام من الجيلاتينه في جيلاتينه الامير ممتازه تقدروا تستخدموها اللي انا عملت بيها المارشميلو ضروري جدا الجيلاتينه هي يا جماعه بنبدا نبلها بالميه يعني الجيلاتينه ال 100 جرام دي في حدود نص كوبايه هنديها تقريبا كوبايه ميه ونبلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هتبدا تطرق كان زمان في الجيلاتينه الورق بتتبل وتطرى وتتشال وتبدا تتحط في الخليط هذه العجينة ديت ديت العجينة بتاعة الجيلاتينة الجيلاتينة إلا على السخن هي كده عمرها ما هتشتغل لازم السكر يستوي معايا ويوصل لمرحلة اللي هي السوفت بول او الكرة الطرية ده نعرفه اما بالترمومتر درجة حرارة 130 او 125 لكن مش كلنا 90% ما عندناش ترمومتر طبق في مياه ساقعة وبدلو كده جزء من السيروب دوت اللي هو حضراتكم شفتوه ونبدأ نجمع كده لما تجمع معايا وتطلع معايا كورة طرية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت اهو جمعت معايا كده تمام وبتبدأ تديني كورة دي درجة حرارة هنا من 125 ل 130 ببدأ انزل على طول بالجاتينة ادي الجيلاتينة بتاعتنا اهيت بجمعها كلها نازل بيها عشان تبدأ تفك وتشتغل معايا في الخليط السخن اللي قدامي دوت اقلب تقليبة كده وادني معاها شوية في حدود تلات دقايق لما احس ان الدنيا دابت خالص حتى لو كونت ريمة نقدر نسحب الريمة من على الوش ونرميها ما فيش اي مشاكل تبدأ الخليط عندي يديني الشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت بطفي ريحة الجيلاتينة ديت بسن الفانيليا يعني ممكن تجيبوا باكو فانيليا ونبدأ نحط الفانيليا كده بس بعد ما بطفي النار عشان الريحة ما تروحش حاجة من الاتنين عندي قوالب سيليكون اهلا وسهلا ما عنديش في الصينية ولما ينشف ابتدي ان انا ادهن سكينة زيت واقطعه هاخد جزء كوباية كده من الخليط دوت الخليط الاساسي وابتدي اديله ادي نص معلقة صغيرة من أسانس الفراولة ونقطتين لون أحمر جل فراولة أهو واحد يمكن لو احتجت تاني تابع مع حضراتكم عايزين اللون اللون بتاعي فاتح شوية هنزل بكمان نقطة هو تقيل واهو كده خلاص اعتقد خلاص وابتدي ان انا اصب نصيحه ما حدش يقولها دخلوا التلاجة او الفريزر يجمد لانه هياخد رطوبه ويفضل طري بعد كده انا عايزه يتعرض للجو ويادوبك دوبك ست ساعات هتلاقوه مسك معايا بعد كده ضروري نغطيه مش عايز ان انا ابقى معرضه للجو عشان كل ما اعرض ده للجو كل ما هيطرى معايا انتوا عارفين ان السكر بيمتص الرطوبه من الجو واحنا اعتمدنا كله في الشغل على السكر طبعا هنا ده لون غروب الشمس مع سنة برتقان نفس القصة بقى أصنص برتقان وأي لون وأصنص حضراتكم عايزينه مانجا أي حاجة بلون أخضر مثلا المانجا بنفس اللون دوت زي ما حضراتكم عايزين بالسكينة أو الأسباتولا ببتدي إن أنا أساوي بالشكل ده كده بعد ما الخليط يخلص معايا وأعبي السيليكون كله ببتدي أركنه على أي جنب في المطبخ هنا برضو سنة لون أزرق ونبتدي ندي مثلا اسانس التفاح وضروري زي ما قلت لحضراتكم لو عملت في سيليكون زي دوت برضو موجود عند ياسر التوحيد نبتدي ان احنا نكون دهنين من تحت او هو عنده بخاخات زيت كده بتعبوها انتوا زيت وتبخوا بحيث ان هو ما يجمد يبقى سهل الخلع هو سهل الخلع بس من تحت انا بصراحه ما حطيتش زيت شايفين انا ما حطيتش حاجه خالص فضايقني آه كان بيضايقني طبعا في الخلع بس طبعا لما يقابلني انا بدل ما اعيد تاني واعمل فبدل ما اعيد فقلت ان انا اقول لحضراتكم ادي نوع اصنص تاني لون وادي اخر حاجه ده برتقان وخد اللون بتاعنا تمام وهنبتدي نصب في القوالب اللي هو يطلع زي بتاع بره بالظبط انما احنا طبعا ممكن زي ما قلنا ان احنا نخليه مكعبات صغيره ونبدأ نملى بقية السيليكون اللي عندنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت اهو نصب بالكوباية كده انا عشان بس ما الدنيا وكبشة وكده واهو ادي آه الشكل بتاعنا اتملى تماما اي اشكال وطبعا نقدر نعمل شوكولاته ونقدر نعمل اي حاجه بالسيليكون ده يعني احنا ما آه نقدر نعمل حاجه زمان كان اسمها الملبس هعمل لكم الملبس لو عايزينه قولوا مثلا عايزينه بيتعمل بعد حدود ست ساعات ببتدي إن أنا أفك الكلام دوت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت واحدة واحدة كده أهو وأبدأ أضحركه في السكر شايفين من الجوانب زي الفل في الأرضية مضايقني ازاي فلو خد زيت مسحة زيت صغيرة مش هتأثر ولا بتأثر في الطعم ولا أي حاجة شايفين من تحت يعني من الحاجات اللي إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا جدا جدا. وتعملوها وتساعدوا بيها بإذن الله ممكن أنا يعني أعمله كده برضو نفس القصة وابتدي أحطه بالشكل دوت قد إيه هيكون شيء مميز جدا ومن الحاجات اللي إن شاء الله ما تعملوها هتنبسطوا منها جدا جدا آه زي ما اتفقنا ان الملبن في كذا نوع طبعا من الملبن في ملبن بالنشا في ملبن بالجيلاتينة كل دوت امره سهل ان شاء الله وتقدروا ان انتم حضراتكم تنفذوه بالشكل المميز اللي حضراتكم شايفينه دوت واحده واحده بس نبقى متعلمين من اخطائنا نبقى متعلمين لو في اي حاجه فيها خطا او كده لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير الكل يستفيد منه بشكركم جدا وبشكر حضراتكم لوقتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته